أعلن السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن قيام لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية بخفض تكلفة مشاريع تقنية المعلومات بقيمة تصل إلى 2,812,000 دينار بحريني، إلى جانب خفض قيمة مشتريات تقنية المعلومات في القطاع الحكومي بقيمة تصل إلى 1,669,000 دينار بحريني، وذلك مع انتهائها من مراجعة طلبة التوظيف وهياكل تقنية المعلومات للجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لمعرفة مدى موائمة الطلبات مع التوجه الحالي ودراسة حجم البيئة التقنية في المؤسسة وربطها بحاجات التوظيف. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية. بداية السيد محمد، ما المقصود بحوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مسيكم بالخير والسادة المشاهدين. طبعا لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات تم تشكيلها بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومكون من أعضاء حقيقة من عدة جهات حكومية، من هيئة معلومات الحكومة الإلكترونية، وزارة المالية، ومكتب سمو نائب رئيس الوزراء، وزارة التربية والصحة، وجامعة البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية. الهدف طبعا من لجنة الحوكمة هو أن يعني تكون اللجنة بمثابة بيت خبرة للحكومة، تدرس استراتيجيات الجهات الحكومية في مجال تقنية المعلومات، تقوم بوضع السياسات ويعني المعايير المتعلقة بمجال تقنية المعلومات والاتصالات، مراجعة الخطط والمشاريع، التأكد من أن هي متوافقة مع التوجه الحكومي، لا توجد هناك ازدواجية أو يعني أن تصرف الوزارات في نفس المشاريع أو تفرط مثلا في حلول ما تعتبر حلول متقدمة. فحقيقة هناك عدد من الأهداف، إضافة إلى ما يحال إليها. على سبيل المثال، مثلا تم تكليف اللجنة مؤخرا بتكليف معالي الشيخ خالد بن عبد الله خليفة مهمة تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لخفض النفقات المتكررة لتقنية المعلومات، مشكلة بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد النائب الأول رئيس مجلس الوزراء. فهناك عدد من يعني التكليفات من القيادة الرشيدة، وتعمل حقيقة اللجنة بجد لتنفيذ هذه التوجهات. نعم، خفض التكلفة، هل سيؤثر ذلك على عمل الجهات حسب توقعاتكم؟ طبعا يعني اليوم على سبيل المثال تم استعراض حجم العمل اللي تم اقراره في اللجنة. مثل ما تفضلت، يعني في هناك خفض صار من خلال لجنة خفض النفقات، حوالي 4 ملايين في 2016، حوالي 7 ملايين تم خفضها فعليا في 2017 مشاريع متكررة. المبالغ اللي ذكرتها اختي، المشتريات تقنية المعلومات حوالي 1,600,000، ومشاريع تقنية المعلومات 1,800,000. كل ذلك تم يعني من خلال 316 طلب في المشتريات تم عرضها على اللجنة، تم موافقة على 304 يعني طلب، 96% من الطلبات إما موافقة مباشرة أو تعديل على الطلب الموجود بحلول أفضل. مشاريع تقنية المعلومات تم تقديم 52 طلب من الجهات الحكومية، تمت الموافقة على 46 طلب ورفض 6 طلبات. فمثل ما نلاحظ، الهدف هو ليس الرفض، الهدف هو الموافقة، والنسبة الأكبر يتم الموافقة عليها، لكن بعد تطويعها أو التأكد من أنها هي متوافقة مع السياسات والتوجه الحكومي، حتى ما يكون في هدر. مثل ما نعرف في مملكة البحرين عندنا موارد قليلة، ويجب أن نتأكد من صرفها بطريقة صحيحة. نعم، السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية، شكرا جزيلا لك.